مادة غيرت وجه العالم وفرضت تكتيكات الحرب، اكتشف تركيبتها العرب المسلمون ومكنتهم من مقاومة الغزو والحروب، أعطتهم ميزة التفوق التقني في صناعة الأسلحة لتكون أول بندقية عربية الأصل. اكتشاف حاولت أوروبا نسبه لنفسها لكن فشلت، ومع ذلك غير مستقبلها إلى ما هي عليه الآن، صناعة البارود من العرب إلى الغرب. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. صناعة البارود تغير وجه أوروبا. يعد البارود خليطاً سريع الاشتعال أو مادة متفجرة. يمكن تصنيف البارود في صنفين بحسب تركيبته: البارود ذو الخواص المتغيرة مثل البارود الأسود، والبارود ذو الخواص الثابتة مثل البارود القطني اللادخاني. لعب البارود دوراً هاماً في التحول الاقتصادي والصناعي على مر التاريخ، حيث ساهم اختراع الأسلحة النارية العاملة بالبارود في انتشار الحروب والصراعات، مما دفع بتطوير صناعات الذخيرة والأسلحة. أدت الحروب إلى زيادة الطلب على مواد البارود، ما أدى إلى نمو صناعته. ساهم البارود في ظهور صناعات جديدة مثل صناعة المتفجرات والذخائر والمقذوفات، كما استعمل لاحقاً في مجالات مدنية مثل التعدين والبناء، حيث ساهم في تسريع وتيرة الأعمال. ظل البارود المحرك الرئيسي للصناعات العسكرية حتى ظهور المتفجرات الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر، فكان له دور في تشكيل التاريخ الحربي والسياسي والاقتصادي للعصور الوسطى وبداية العصر الحديث في أوروبا. أدى انتشار الأسلحة النارية العاملة بالبارود إلى تطوير أساليب الحروب وظهور تكتيكات حربية جديدة، حيث ساهم ذلك في تغيير نمط القتال والاستراتيجيات الحربية، مما أعاد رسم الخريطة السياسية لأوروبا. ذلك أن هذه الصناعة ساهمت بشكل كبير خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ميلادي، ما ساهم في النهضة الصناعية الأوروبية، حيث كان البارود المحرك الرئيسي للصناعات العسكرية والمدنية حتى بداية القرن العشرين، قبل أن يتم استبداله تدريجياً بالمتفجرات الحديثة. إلا أن صناعة الذخائر والأسلحة ما زالت إحدى أهم الصناعات الاقتصادية التي انطلقت بفضل اختراع وانتشار استخدام البارود. ولكن هنا يبرز السؤال الأهم، وهو: من الذي اكتشف هذه المادة التي كانت ذات أهمية كبرى؟ العرب واكتشاف البارود. ينسب اكتشاف البارود للعرب والصينيين والأوروبي روجير بيكون. عرف الصينيون ملح البارود واستخدموه في الألعاب النارية والأغراض الدينية، بينما اخترع العرب تركيبة البارود، وذلك خلال العصر الذهبي للإسلام في القرنين التاسع والثالث عشر. وكان الأوروبيون قد عرفوا البارود من العرب، وأول من وصف خواص وطريقة تصنيع البارود في أوروبا عام 1240 ميلادي كان روجير بيكون. لكن ما ذكره كان غير دقيق وغير قادر على إنتاج بارود فعال، وبالتالي يرجح المؤرخون أن الراهب الأنجليزي روجير بيكون الذي ينسب إليه اختراع البارود قد نقل عن ابن الرماح وصفته للبارود. غالبية الأدلة التاريخية والعلمية تشير إلى أن الفضل يعود للعرب في اختراع التركيبة الحقيقية القابلة للاستخدام، بينما عرف الصينيون والأوروبيون عنه لاحقاً عبر التجارة أو الاحتلال. ذكر بعض المؤرخين أن العالم العربي قائد الدين الرازي أجرى تجارب مع ملح البارود في القرن التاسع الميلادي، ولكنه لم يتوصل لتركيبة فعالة. وغالبية الآراء التاريخية تشير إلى أن أول من صنع تركيبة البارود الفعالة هو العالم المسلم حسن الرمحي في سوريا حوالي سنة 850 إلى 870 ميلادي. وصف الرمحي طريقة خلط البارود مع الكبريت والفحم بنسبة معينة، مما أنتج خليطا أكثر فعالية يشتعل بسهولة ويحترق بقوة.
انتشر استخدام البارود بشكل واسع لدى العرب والمسلمين منذ القرن العاشر ميلادي، حيث استخدم في الحروب ولأغراض ترفيهية، واشتهرت الدولة الأيوبية ثم الدولة المملوكية بصناعة وتصنيع أسلحة البارود مثل المدافع والقنابل والقذائف. انتشر البارود في العالم من خلال التجارة العربية عبر طريق الحرير وموانئ الشام ومصر والمغرب العربي، حتى أن اختراع البارود مكن العرب من مقاومة الغزو الصليبي بنجاح بفضل تفوقهم التقني في صناعة الأسلحة. وأول استخدام للمدفع كان في حصار سرقسطة في عام 511 هجري، حيث استخدمه حاكم عربي وهو السلطان المريني أبي يوسف في حصاره لمدينة سجل ماسا. المعروف أن أول من استخدم البنادق والمسدسات والقنابل اليدوية هم العرب، حيث استعملوها في الدفاع عن غرناطة في القرن الرابع عشر. ولما سقطت الأندلس بيد الإسبان أخذوا منهم البندقية العربية التي كانت تدعى القربينة، واستعملوها في القضاء على الهنود الحمر. استخدم العثمانيون المدافع والصواريخ في حصار القسطنطينة، ولا يعرف أصل تسميته بالعربية ويبدو أنها من السريانية. وبعد أن توصل العرب إلى معرفة خواص ملح الصخر والبارود شملوه تحت اسم مادة نفط، التي صار لها منذ ذلك الحين معان جديدة. لم يستعمل البارود الأسود في أغراض التعدين قبل القرن السابع عشر، إلا أن استخدامه في المناجم لم ينتشر إلا في أوائل القرن الثامن عشر لأسباب كثيرة، منها ارتفاع تكاليف تحضيره وعدم توافر أدوات الثقب المناسبة، والخوف من حدوث انهيارات في سقف المنجم. أما أول استخدام للبارود في أعمال الهندسة المدنية والعمارة فكان في 1679 إبان حفر نفق مالباس في فرنسا، باعتباره المادة المتفجرة والوحيدة المستعملة. ولم يعد يسمح باستعمال البارود الأسود في المناجم تحت الأرض في أكثر الدول، ولكن ما يزال يستعمل في المقالع المكشوفة وفي بعض الأغراض الخاصة في الاستخدامات العسكرية. وهناك مخطوطات إسلامية تعود إلى القرن الرابع هجري العاشر ميلادي، أي قبل روجر بيكون بثلاثة قرون. ما زال العرب في كل مرة ننبش فيها التاريخ يفاجئوننا بإبداعاتهم واختراعاتهم التي للأسف وصلتها أيادي الغرب. فهل سمعت عن مواد أخرى لهذه الأهمية مكتشفوها من العرب؟